قرار جيوسياسي وليس سياسي. جيوسياسي عامل فني وعامل سياسي في الموضوع. قضية الأضرار المستقبلية أكو التعطيل الحقل فيها مستفيد واحد. أنا الحين ماني قايل المستفيد منه، فيها مستفيد واحد، لأن تعطيل تطوير الحقل بصورة مناسبة، ما أقصد حقل الدرة، حقل الحقول المنطقة، فيها خسارة، خسارة خاصة الخفجي. الخفجي هناك أكو موضوع هجرة وموضوع إنتاج في طرف أكثر من طرف، وهذا يسبب ركة في المكمن، ومما يسبب ركة في عملية توازن الإنتاج النفطي. الآن الأضرار المستقبلية قلت لك الآن، يعني كلما تأخرنا في 1.7 حسب التقدير مالي مليار، طبعا هذا يشمل المليار وسبعة، طبعا نقول خلينا نقول مليار، هذا يشمل عملية تهالك المنشآت وإعادة تأهيلها، يشمل تسكير آبار وإعادة حفرها، يشمل عملية إنتاج النفط وتغيير جغرافية بقعة الزيت التي تحت الأرض. أيضا هذه تحتاج إلى دراسات لإعادة تشخيص هذه البقعة وتحديد مسارها. هذه الحالة المباشرة، هذه الخسائر المباشرة. خسائر غير مباشرة أن إذا مثلا دشت دولة وحفرت من غير تنسيق مع الدولة الأخرى مثلا، هذا أيضا راح يسبب ربكة في عملية هذا. أنا في اعتقادي جيوسياسيا الرابع واحد.